اولا انا عشان ابقى صريح جدا، وانا احب ابقى صريح مع الناس دايما، انه انا من الناس اللي كان عندي لبس في الموضوع بتاع موقف القبائل في سيناء ايه صراحة. وحتى واحنا في المشهد قبلها على طول قلت بس يعني يا جماعة الراجل اللي بيقول كلام شديد الوطنية بس بتاع. فالمهم انه حصل ديبيت كده بين، حصل سجال، وكان موجود واحد مهم قوي انه هو حصل بيننا الكلام ده، اسمه حسن، يلقب بحسن اللول، وهو من سينا وعلى صلة قرابة كمان بمنذر، لان احنا عندنا طبعا في منطقة سينا في اواصر ما بين القبائل هناك والاردن وفلسطين والاراضي الحجازية وكده. فقال لا بصحيح الافكار، قلت له يعني الكلام ده هل هو فعل؟ وقعدنا نراجع مع بعض شوية مواقف كده، ولقيت ان هو بالتفكير برضو يعني الناس دي لو كانت عايزة تبيع كان الموضوع خلص بدري. طبعا كان خلص بدري، كنا هنخش في نوع تاني من المقاومة بقى. طبعا احنا مزنوقين قوي ان احنا، عشان لما انت معاك القوات المسلحة والشرطة وتخش على اماكن جوه بلدك بتبقى بطيء جدا في محاولة انك انت تمشط، متقدرش تخش. لو بلد تانية هتخش تضرب على طول، انما انت مزنوق، وخصوصا ان في تجمعات من السكان، وتجمعات السكان دي بيستخبيين فيها الاهداف بتاعتك اللي هم الارهابيين، وانت مش ما بتبقاش عارفهم في الاول. لو حتى فكر لقيت انه لو الناس دي كانت فعلا ناويه على الخيانه كان الموضوع هيحطنا في وضع اصعب بكتير.